للمزيد من المتابعة أرحب بضيفي الكريم الذي انضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتور وليد جبل الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور وليد. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، وأهلا وسهلا بكل مشاهدي النيل للأخبار. كما تابعنا في سياق التقرير السابق، لا تزال هناك توجيهات من قبل مؤسسة الرئاسة بتحسين مناخ الاستثمار، ولعلنا أشرنا أيضا إلى بعض التوجيهات المرتبطة بتحسين بعض الإجراءات المرتبطة بالأعباء الهيكلية. فتكرما إذا كان لحضرتك أن توضح لنا ما الذي يعني هذا الأمر في سعينا لجذب المزيد من الاستثمارات. هو طبعا يعني نعلم جميعا أن مصر بتدير المرحلة بتعمل فيها على تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار. هناك تكليفات من السيد الرئيس، ودائما ما يتابع السيد الرئيس مدى النجاح، إلى أين وصلت الجهود التي تقوم بها الحكومة، وما هي المرحلة القادمة، وما هو المطلوب خلال المرحلة القادمة. اجتماع مهم أجراه السيد الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير الاستثمار، تناول هذا الاجتماع عرض للمجهودات اللي قامت بها الحكومة في مجالات بتساعد فيها القطاع الخاص عن طريق خفض التكاليف وخفض وقف الإفراج الجمركي، العمل على توطين الصناعة، مجموعة الحوافز والضمانات اللي تم تقديمها للمستثمرين، وما يمكن تقديمه خلال الفترة القادمة للحد من الأعباء الإجرائية والأعباء المالية غير الضريبية. توجيهات السيد الرئيس دايما بتدعم التوجه الحكومي من خلال ما يتم العرض، يعني ما يتم العرض عليه من إجراءات، ثم تأتي توجيهات السيد الرئيس لتكون بمثابة قرارات يتم تنفيذها لتحسين الوضع ولمزيد من الإصلاحات التي بتساعد على مزيد من النشاط للقطاع الخاص ومزيد من جذب الاستثمارات الخارجية خلال الفترة القادمة. طب دكتور وليد، بكل موضوعية، هذه النقاط اللي حضرتك أشرت إليها هي ذات الموضوعات التي ربما نتحدث فيها أو حولها أو عنها على امتداد السنوات الماضية. أين تكمن المشكلة؟ لماذا لا يتم هذه المشاكل أو إيجاد حلول لها؟ مسألة الإفراج الجمركي، الأعباء المالية الضريبية، إلى كل هذه الأمور هي ذات القضايا وذات المشاكل التي نتحدث عنها ليل نهار. ربما تكون مختلفة بعض الشيء، يعني كانت توجيهات السيد الرئيس اليوم عن الأعباء غير الضريبية وليست الأعباء الضريبية. الأعباء الضريبية كان في حزمة تم الإعلان عنها مؤخرا، واليوم نتحدث عن الأعباء غير الضريبية. فترة خفض مدة الإفراج الجمركي ده طبعا هدف، ولكن ما نقدرش ننكر أن هذا الهدف واجهته صعوبات كبيرة متعلقة بسلاسل الإمداد، متعلقة بالفترة اللي كان فيها مشكلة في توفير العملة الأجنبية قبل حل تلك المشكلة. القضية طبعا أن الدولة بتقوم برعاية الاستثمار. النشاط الاقتصادي ونشاط المستثمرين هو نشاط متغير، ويجب على الدولة أن هي تكون متغيرة وسابقة على النشاط الاقتصادي دائما. وسنظل يا أستاذ أحمد نتحدث عن تحسين مناخ الاستثمار إلى الأبد، لأنه إذا كان هذا التحسن مناسب للآن إلا أنه يجب أن يكون أفضل للمستقبل. فهناك حركة تقوم بها الحكومة وحركة يقوم بها الاستثمار، ويجب أن تكون الحكومة دائما سابقة في مسارها الإصلاحي للنشاط الاقتصادي وطبيعة النشاط الاقتصادي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد على هذه المشاركة. دكتور وليد جبل الخبير الاقتصادي متحدثا إلينا عبر الهاتف من القاهرة.